السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في كتاب النشاط للصف الأول الفصل الدراسي الثاني. عندنا أولا هو التسوق. طبعا نحن في التسوق عندنا هنا حدد الريالات التي تحتاجها لشراء كل من الأغراض التالية. نحن لدينا هنا 1 ريال، وكذلك لدينا هنا 5 ريال، وأيضا لدينا 10 ريال، يعني الآن لدينا 16 ريالا. ماذا نستطيع أن نشتري من هذه 16 ريالا؟ نستطيع أن نشتري هذه الدمية، وكذلك نشتري هذه السيارة. أصبح لدينا 16 ريالا، وأصبح لدينا لعبتان وهي السيارة واللعبة. كذلك لا نتحدث عن كم طول. هنا استعمل المكعبات التي تقيس طول كل شخص. طبعا هنا مثلا نستخدم المكعبات لقياس الأشخاص، فمثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فنكتب 9. طبعا نقوم باستخدام المقاسات لقياس البنت والفأر، وكذلك الأرنب والرجل أو الملك. بعد ذلك موازنة المكعبات، فنحن هنا لدينا 1 2 3، كذلك هنا لدينا 1 2 3، هنا لدينا 1 2 3 4، هنا لدينا 1 2 3 4، فهذا هو يوازن هذا الشكل. كذلك هنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7، هنا لدينا 7، هنا 1 2 3 4 5 6 7، كذلك هنا 7، فهذا يوازن هذا الشكل. هنا لدينا 1 2 3 4 5 6، وهنا لدينا 1 2 3 4 5 6، كذلك هذا الشكل يوازن هذا الشكل. هنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8، فهذا الشكل يوازن هذا الشكل. تحقق من ذلك باستعمال ميزان. طبعا ملاحظة، قم بعد المكعبات لتعرف إذا كانت متوازية أم لا. الآن ننتقل إلى هنا هذا السؤال، حوط الوعاء الذي يسع أكثر. فعندنا نحن هذا الوعاء هو الذي يسع أكثر، أما هنا هذا الوعاء الذي يسع أكثر، وهنا هذا الوعاء الذي يسع أكثر، وهذا الوعاء الذي يسع أكثر. طبعا عن طريق النظر وأيضا نرى الحجم هو أكبر. حوط الوعاء الذي يسع أقل، عندنا هذا الكوب الأصغر، وعندنا هذه العلبة الصغيرة، وأيضا هذه، وأيضا هذا. طبعا هنا حوط الوعاء الذي يسع أكثر، وهنا حوط الوعاء الذي يسع أقل. الآن ننتقل إلى هنا، أحضر فناجين بحجمين مختلفين وأسميهما. طبعا عندنا هنا فنجانين ونسميهم ألف وباء. أما الفنجان الصغير بالشرب، ثم أفرغ الفنجان الكبير، أي الفنجان يسع أكثر؟ طبعا يسع أكثر هو الفنجان باء، وهو الفنجان الأكبر. عندنا هنا أرسم خطا إلى وعاء التسمية المطابقة. طبعا هذا الوعاء هو فارغ، وكذلك هذا الوعاء فارغ. هنا شبه ممتلئ، هنا شبه ممتلئ، عفوا هنا شبه ممتلئ، وهنا شبه فارغ، كذلك هنا شبه فارغ، وهنا شبه ممتلئ، أما هنا ممتلئ، وهنا فارغ. طبعا هنا يميز الطالب بين لحظات، هنا يميز الطالب بين الممتلئ والفارغ، وشبه الممتلئ وشبه الفارغ. بعد ذلك يقوم الطالب بحل هذا السؤال، وهي شرب من. طبعا عندنا في السؤال الأول شرب الكنغر كمية أكثر، فنأخذ كل الممتلئات ونعطي الكنغر. في السؤال الثاني شرب الفار أقل كمية، نبحث عن الأقل كمية من جميع الأكواب، هذه هي أقل كمية فنعطيها الفار. بعد ذلك نبحث عن ماذا؟
السؤال اللي بعده لدينا هنا، شرب الملك كمية أكثر من الفار. الملك، هذا الملك شرب كمية أكثر من الفار ولكنه أقل من البنت. أكثر من الفار، هذا هو أكثر من الفار، فنوصل هذه هنا. الملك يأخذ هذا، لحظات، الملك يأخذ هذه الأكواب. أما شربت البنت كمية أقل من الكنغر، البنت شربت كمية أقل من الكنغر، فنقول هي باء. فالبنت أخذت الأكواب باء، وطبعا المتبقية هي للفأر، والفار أخذ الألف، وعفوا الأرنب أخذ الألف، والفار أخذ الدال، والملك أخذ الهاء، والكنغر أخذ الجيم. هذه هي الإجابات. الآن ننتقل إلى تحدي دقيق الواحدة. طبعا هنا عندنا ورقة ترى بعض المكعبات ومؤقت رملي. طبعا رمى الكرة، أتوقع والواقع. طبعا هذه اللعبة يقوم بها الطلاب في الصف. الآن ننتقل إلى أيام الأسبوع. عندنا اليوم الذي يأتي مباشرة بعد يوم الجمعة هو يوم السبت. اليوم الذي يسبق مباشرة، يسبق يوم الثلاثاء، هو يوم الاثنين. كذلك لدينا اليوم الذي يأتي مباشرة بعد يوم الأربعاء مباشرة هو الخميس. كذلك اليوم الذي يسبق مباشرة، يسبق هو السبت، يسبق الأحد هو السبت. الآن نكتب اليوم الذي يسبق واليوم الذي يأتي بعده. الذي يسبق الخميس هو الأربعاء، يأتي بعد الخميس هو الجمعة. عندنا هنا الأحد، اليوم التي يليها هي الاثنين، وبعدها الثلاثاء. كذلك عندنا يوم الأحد تسبقها ماذا؟ تسبقها السبت، ويسبق السبت الجمعة. الثلاثاء تسبقها ماذا؟ الاثنين، وبعدها تأتي الأربعاء. طبعا هنا يتعرف الطالب على الأيام قبل وبعد. نعطي الطلاب، نكثف على الطلاب مثل هذه الأنشطة ومثل هذا الجدول. بعد ذلك عندنا أسبوع العطلة، مثلا نسافر يوم الاثنين، نصل يوم الثلاثاء، نلعب يوم الأربعاء، نتسوق يوم الخميس، نرتاح يوم الجمعة، وهكذا. عندنا هنا مجموعة من الحيوانات، مثلا هنا لدينا سمكة، نبحث عن عدد الأسماك. هنا 1 2 3 4 5 6 7، فنكتب هنا 7، هنا نكتب 7. كذلك نبحث عن هذا الحيوان، هذا الحيوان هنا لدينا 1، كذلك هنا لدينا 2، هنا 2، وهنا 3، وهنا أيضا 4، فلدينا 4. الآن نبحث عن الأرانب، هنا لدينا 1، هنا لدينا 1 2، وهنا ليس لدينا أرانب، فنكتب 2. الآن نبحث عن الفأر، هنا فأر 1، وهنا فأر، كذلك هنا فأر آخر، لدينا فأران، فنكتب 2. الآن نبحث عن العصفور، لدينا 1 2 3 4، لدينا 4 عصافير، فنكتب هنا 4. الآن نقوم بحل المخطط. لدينا 7، فنقوم بتلوين لحد الرقم 7. كذلك السؤال اللي بعده، لدينا 4 أو 2 من الفئران، فنلون 2. كذلك هنا لدينا أرنب 2، فنلون أيضا 2. كذلك لدينا من القطط 4، فنلون 4 خانات. كذلك لدينا كم عصفور؟ 4 عصافير، فنقوم
بتلوين 4 أصافير. هكذا هو الحل، وهنا أقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع.